ساره من بغداد. مرحبا ساره. مرحبا، شلون صحة ساره؟ يا هلا ومية هلا. هاي قبل نهاية 2009، هل تسامح شخص ظلمك؟ اي انت بنهاية هذه السنة، اكو شخص ظلمك خلال هذه السنة او السنين السابقة وكنتي قافلة تقولين انا والله ما سامح هذا الشخص؟ ما راح اسامحهم لا. شلون؟ اقول هواي ظلمونا ما راح اسامحهم يعني. هواي ظلموك. اي اكثر شخص ظلمك؟ شنو قصة الظلم اللي تعرضت لها؟ تقدرين تحكي لنا اياها؟ اي حاول تسمعيني اول. ما اقدر اسمعك. ساره القصه اللي انت مريتي بها بحاله ظلم تقدرين تحكي لنا اياها؟ اللي يعني طبيت بيها؟ اي والله يعني اكو يعني شخص هواي جرحني فما راح اسامحه. شلون جرحك؟ شوي انا حشر كتب علي هواي. شلون؟ اللي هو حبيبي يعني هو ظلمني بالاخير خدعني وما راح. حبيبك ظلمك؟ زين. يعني شلون ظلمك مثلا؟ وعدك مثلا بشيء وبعدين خلف بوعده؟ لو شلون صار الموضوع؟ وعدنا بالزواج الاخير طلعت ماما ما تقبل. ماما ما تقبل؟ ايه. زين. فما راح اسامحه لا هو ولا امه. شنو توجهي له رساله؟ ممكن يكون دي سمعك او باكر ممكن تدزي له مسج تقولي له تابع هذا البرنامج على قناه سامرة. امه تدور شهاده فاحنا مو ما عندنا شهاده. اها. اي وهي شهاده معلقه بالحيطان يعني لو يخلوها. اي والله والله صحيح. فيعني ما راح اسامحهم، الله يسامحهم بس انا ما اسامحهم. انا اشكرك على صراحتك واشكرك على اتصالك ومتابعتك دائما للبرنامج. وهواي همتي انا هم الله لا يسامحهم. شلون اخر شيء قلتي؟ اقول لي هواي همتي انا ما راح اسامحهم. هواي هاكو بعد عندك قصص هوايه انت. مو بس هاي القصة يعني. سولفي لنا اياها سولفي لنا والله. شنو عندك قصة ثانية تريدين تحكي لنا اياها؟ ها؟ عندك قصة ثانية تحكي لنا اياها تريدين؟ لا لا بس هو ما راح اسامح بس هذا اللي قلت لك عليه. طيب احنا نتمنى لك الموفقية وان شاء الله يعني ما تمرين بمثل هيك مشاكل بالمستقبل. مع السلامة. مع السلامة، اهلا وسهلا.